السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا رب إن ذنوبي في الورى كثرت، وليس لي عمل في الحشر ينجيني، وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. يا من لطفت بحالي قبل تكويني، لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. وبعد، فإني أحبكم في الله، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني بحضراتكم في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قسما بمن بعث البشير إلى البشر وأنزل الشورى وطه والقمر. إني أحبك في الإله محبة أرجو بها الدرجات في دار المقر. ما كنت في هذا الشعور مجاملا، إن شئت فاسأل كل أوراق الشجر، واسأل نجوم الليل في أفلاكها، واسأل سكون الليل في وقت السحر، ستجيبك الدنيا مكانك هاهنا، في القلب منزلكم وفي العين المقر. مع هذه الحلقة الجديدة الإيمان يتجدد، القرآن يتلى، الفيوضات تتنزل، الرحمات تتوالى. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله جل وعلا أن تكون حلقة ممتعة، وأن تكون حلقة فيها ثمار وفوائد بإذنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله تبارك وتعالى سنقرأ صفحة 70 من آية 154 إلى آية 157. يعني واسمحوا لي في بداية الحلقة الطيبة المباركة أن أرحب بضيفي حبيبي ولدي طالبي الغاليين، فضيلة الشيخ عبد الرحمن مصطفى عبيد. أهلا يا شيخ عبد الرحمن، أخبارك إيه؟ الحمد لله. عامل إيه؟ الحمد لله. عبد الرحمن مصطفى عبيد، كم تحفظ من القرآن؟ كمان إن شاء الله. تحفظ القرآن كاملا ما شاء الله. ثم اسمحوا لي أن أستضيف ولدي الغالي الشيخ عبد الرحمن رضا سند عمارة. ازيك شيخ عبد الرحمن؟ منورنا، بارك الله فيك، وان شاء الله تبقى يعني يستفيد من هذا اللقاء جميع اخواننا من المشاهدين والمشاهدات ومن احبابنا وفلذات اكبادنا اولادنا. ان شاء الله تبارك وتعالى الاولاد سيقرؤون، ثم نستقبل اتصالات حضراتكم ونبين ما ييسره الله تبارك وتعالى لنا من الاحكام والمعاني واللطائف. مين اللي هيبدأ الأول؟ أبي يلا فضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل صوتك شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل
الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل
قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم والله عليم بذات الصدور ما شاء الله تعبينكم معانا كده في بداية الحلقة، جزاكم الله خيرا. طبعا يعني لا تتخيلوا السعادة لنا فيها وأنا أقرأ القرآن ومن خلفي يقرأ هذان البطلان اللذان بفضل الله جل وعلا يحفظان القرآن الكريم. هذا نموذج عملي لتطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. مشى الطاووس يوما بعوجاج فقلد شكل مشيته بنوه، فقال: علام تختالون؟ قالوا: بدأت به ونحن مقلدوه، أما تدري أبانا كل فرع يجاري في الخطى من أدبوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. تعالوا لنقرئ أولادنا، تعالوا لنجلس مع أولادنا على مائدة القرآن لذكر الله الواحد الديان، لعل الله جل وعلا أن يرزقنا الجنان وصحبة الحبيب العدنان صلى الله عليه وسلم. لا تتخيلوا السعادة الغامرة وأنا أقرأ وأسمع الأولاد يقرؤون الحرف المرقق مرققا والحرف المفخم مفخما. مضاجعهم يعني تأملوا يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش ما ولا ما؟ ما كمان مرة كده، عايزين نمتع المشاهدين كده. ها، مضاجعهم، يبقى الميم مرققة والضاد مفخمة. هناخد اتصال وبعدين نرجع لكم عشان هنشتغل النهاردة يعني شغل كتير مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا وهم جايين قاعدين يغزوني بالعباية، كل واحد لابس عباية جديدة وقاعدين يغزوني بالعباية، بس أنا برضك لابس عباية، قلت لازم ألبس عباية زيهم عشان أغزهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا أم الغالية الحاجة خديجة، اللهم بارك فيك يا ابن العزيز، الله يحفظك وبارك في أبنائك يا رب، الله يكرمك، جزاك الله، واجعلهم يا رب كده ذخرا ليك إن يا شاء رب. الله الله يكرمك، واجعلهم كده من أهل الفردوس الأعلى، واجعلهم من اللي يا رب المتعلمين كده يا رب وحفظة القرآن الكريم يا رب. آمين. يلا اقرأ لنا، معلش الآية تبقى طويلة عليك شوية. ثم أنزل عليكم إن شاء الله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق، غير على طول، غير
يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم أقف عند لله قل إن الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله تمام يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين لبرز كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم لبرز 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 في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم عليهم يا حاجة خديجة الهاء مكسورة عليهم القتل إلى مضاجعهم نعم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم رقاق الحاء وليمحي وليمحص الله ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ما شاء الله بشكر حضرتك يا حاجة خديجة جزاك بارك الله فيك الله يحفظك جزاك الله وبارك في أبنائك يا الله رب جزاك ويجعلك الله من أهل الفردوس الأعلى يا إن شاء رب الله. آمين طبعا أنا لا يعني لا تتخيلوا مدى اشتياقي لحضراتكم ومدى حبي لهذا اللقاء لأني ألتقي فيه مع أناس أظنهم بفضل الله جل وعلا يشتاقون إلى القرآن ويحبون القرآن وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك لكن يعني رجاء من إخواني وأخواتي يعني هذا ليس موضع كثرة ثناء على الشيخ فأنا لا أستحق هذا الثناء أصلا إنما من أراد أن يدعو لأولادنا لتشجيعهم وللأخذ بأيديهم فلا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى يظنون كمان مرة يظنون طبعا أنا مش بتكلم دلوقتي على النون كحرف غنة مشدد النون دي حكمها يا شباب النون حرف غنة مشدد الشاهد ها وغنة ميما وغنى ميما ثم نونا شديدا وسمي كل الحرف غنة بدا إنما الذي يهمني في النون هنا الترقيق مش عايزين نقول يظنون سمعها لي يا عبد الرحمن لوحدك بصوت عالي يظنون يا ريت نركز على بقه عبد الرحمن خليك قولها كمان مرة يظنون كمان مرة يظنون كمان مرة يظنون ما اقولش يظنون طب هناخد ناصر ونرجع لكم ان شاء الله ممكن ولا مش ممكن ماشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ ناصر الشيخ ناصر الشيخ ناصر معانا ولا راح الشيخ ناصر يظنون يظنون ظن ظن الله شوف أنا بحبكم في الله لأنكما تهتمان بقراءة القرآن الكريم كمان مرة ظن ظن سمها لي عبد الرحمن كده ظن يبقى الظاء مفخمة طب النون رقب طب أنا هغلط كده غلطة وياريت تبينولي الغلط فين ظن ظن يبقى ما اقولش ظن ظن الجاهلية طيب غير الحق غير الحق يبقى الحاء مرققة ولا مفخمة مرققة ما شاء الله طب القاف مفخمة مفخمة بس مكسورة أقل درجات التفخيم
طيب نشوف كلمة كمان كده نشتغل عليها. لبرزة. لبرزة. لبا. لبا. بصوت عالي. لبا. لبا. را. را. لبرا. لبرا. لبرزة. لبرزة. عشان انتوا شاطرين كده هجيب لكم حاجة حلوة إن شاء الله بس بعد الحلقة. بس على حسابكم انتم إن شاء الله. ماشي يا شباب؟ يبقى ما أقولش لبا. لبا. إنما أقولها إزاي؟ لبرزة. يا سلام، ما أجمل القرآن وما أروع القرآن. كنت أتناقش مع بعض إخواني وقلت لهم هل تجدون كتابا في الدنيا، التوراة، الإنجيل، الزبور، هل سمعتم أن لهذا الكتاب تجويد، أن لهذا الكتاب دراسة تعني بكل حرف من حروفه كما نفعل الآن يا أحباب رسول الله؟ سبحانك رب، معنا جواهر، معنا درر غالية لا بد أن نهتم بها. الحجة الغالية، أمي الغالية، الحجة سناء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أهل القرآن. الله يحفظك. وأنبتهم يا رب نباتا حسنا. اللهم آمين. في الدنيا والآخرة. بصي يا شيخ، أنا كنت بس معلش عشان لسه داخلة، عايزة أعرف سورة إيه ورقم الآية؟ سورة البقرة صفحة 70 آية. لا بس أنا معايا مصحف تاني، قول لي رقم الآية بس. آية رقم الآية 155. ماشي ماشي، حاضر إن شاء الله. 155. تمام. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. أروح أجيبها إن شاء الله. 155 بدايتها إيه؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. 155. إن الذين، أيوة نعم، سورة سورة آل عمران. سورة آل عمران مش البقرة. أيوة طيب، أصل أنا أنت قلت لي البقرة تقريبا. نعم. صح؟ أنا أخطأت. رفع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع الأمة الخطأ والنسيان. نعم. وما استكرهوا عليه. جزاكم الله خير. صفحة 70 سورة آل عمران، معلش. حاضر حاجبها أهو. حاضر يا شيخ والله. معلش. بسم الله. 155 سورة آل عمران. إن الذين، أيوة يعني، تولوا. أيوة فضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، يوم التقى الجمعان، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. الشيطان ببعض ما كسبوا. ببعض ما كسبوا. نعم. ولقد عفى الله عنهم، إن الله غفور حليم. إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ده إدغام بغير غنة. غزا لو، كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة، خير مما
ما يجمعون يجمعون يجمعون. جزاكم الله خيرا، ما شاء الله ما شاء الله. طيب تعالوا احنا هنركز النهاردة في الآيات دي على نطق الكلمات حتى نتعلم كيف ننطق القرآن نطقا سليما. يلا يا شباب جاهزين؟ جاهزين. مش تردوا عليا كده؟ جاهزين. يوم التقى. يوم التقى. في بعض إخواننا بارك الله فيهم وأسأل الله أن يحفظهم وأن يعفو عنا وعنهم، وإحنا كنا كده يا إخواني. لا ينبغي لرجل رزقه الله الإتقان في التجويد أو الفقه أو الحديث أن يتكبر على الناس، صح يا عبد الرحمن؟ صح. صح؟ صح. ليه؟ لأن الله جل وعلا هو الذي علمنا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار الله جل وعلا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من اقرأ وربك الأكرم الذي علم، يبقى الذي يعلم هو الله سبحانه وتعالى. ففي بعض إخواننا بيقولوا التقى، صح كده ولا غلط؟ غلط. هم الأول ازاي؟ التقى. يعني يا ريت نبص البق الأولاد يا إخواننا وهم بيقرأوا كمان مرة. التقى. 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 طب أنا هغلط غلطة كده، يلا. الشيطان. الشيطان. يبقى الغلط فين؟ الشين. ما اقولش الشيطان، واحنا قلنا كذا مرة انا لما بروح اشرب شاي ولا شاي؟ شاي. يقول لك انا رحت اجيب شوية اش، مش شوية اش. شاهد مش شاهد، يبقى الشين مرققة. الشيطان. الشيطان. ببعضي. ببعضي. الله عليكم ما شاء الله، بارك الله فيكم. أقول بقى ببع ولا ببع؟ ببع. ببعضي. ببعضي. الله. الله. طيب الأرض. الأرض. الهمز مرقق والراء مفخمة. ليجعل الله. ليجعل الله. هذه القطعة تعلمنا كيف ننتقل من اللام المرققة لللام المفخمة. ليجعل الله. ليجعل الله. حسرة. حسرة. أقول حص ولا حس؟ حسرة. بصير. بصير. ولا بصير؟ بصير. ما بقولش با إنما بصير. يجمعون. يجمعون. الجيم مرققة ومقلقلة وتخرج من وسط اللسان، ما اقولش يجمعون. معنا مين يا استاذ عمرو؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ام الغالية ام ابراهيم، الله يغلي مقدارك. السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك وفي احفائك الاشبال الاطفال العلماء القادمين ان شاء الله في المستقبل يا رب. وهؤلاء الاشبال من ذاك الاشد. الله يكرمك. ربنا يديك الصحه والعافيه وتعافي من ذي الحسنات. معاكي بقى ايه طويله شويه، فانا عايزك تصبري معايا يا ام ابراهيم. حاضر. عايزك تصبري معايا علشان ايه؟ ندعي البعض بظاهر الغيب. حاضر. يلا ثم انزل عليكم. حاضر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم. أنزل. أنزل عليكم من بعد الغم أمنة. أمنة. أمنة نعاسا يخشى طائفة منكم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق. غير. غير الحق. ظن الجاهلية. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله الأمر لله. الأمر. الأمر. الأمر كله لا مش الأمر. أيوة الأمر. الأمر كله لله. نعم. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء من الأمر ما قتلنا هنا.
من الأمر يا أم إبراهيم. من الأمر مش من الأمر. من الأمر. نعم. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. نعم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز. لبرز. نعم. لبرز الذين كتب عليهم القتل. عليهم. مضاجعهم. اكسر الهاء. عليهم. 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 نعم. القتل. عليهم القتل إلى مضاجعهم. 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 نعم. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. نعم. والله عليم. والله عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا. ما شاء الله. ما شاء الله. طيب ناخد ناصر ولا ايه رايكم؟ لازم ناخد ناصر عشان ناصر ده قدنا وبنحبه وبيحبنا، صح كده؟ السلام عليكم يا شيخ ناصر. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا عم الشيخ ناصر؟ سمعت الكلام وبدات تجود؟ اه. خلاص احنا اتفقنا اول ما تخلص التجويد لازم تيجي معايا في الحلقه ان شاء الله. ماشي. يلا قول لي ان الذين تولوا منكم. طب انا هقرا من انا هقرا بس من سوره البقره اللي هي من ايوب احدكم ان تكون له جنه. ما تقرا معانا في سوره ال عمران احسن. يد الله مع الجنه. لسه ما خدتهاش. طب يلا قول. ماشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ناصر. يا ناصر. نعم. قول ورايا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ناصر مش من لا. الشيطان من الشي. من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار في نار فاحترقت كذلك وبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا ناصر. يا... نعم. بص يا ناصر. نعم. أنا عايزك تقول للشيخ ربنا يحفظه ويبارك فيه لازم يعلمك الأحكام مع القرآن. اتفقنا يا شيخ ناصر؟ ماشي. طب جزاكم الله خيرا يا حبيبي. ايه النصيحة اللي انت تنصح بها اخوك ناصر يا عبد الرحمن؟ انه يجود القرآن ويقرأ القرآن بطريقة صحيحة. ايوه. طبعا يا اخواني يا من احبكم في الله، مهم جدا جدا كمان مرة جدا حلوة دي، ان اتواصل مع الشيخ بتاع الولد. يعني ناصر قال الآن يقرأ أيود أحدكم أن تكون، يعني في أواخر سورة البقرة. خليك معانا الله يسترك يا عم الشيخ. خليك معانا يا عم الشيخ عبد الرحمن. ولا أزعل منك؟ أزعل منك؟ الشيخ ناصر يعني بيقرأ في أواخر سورة الإيه؟ ها؟ البقرة. البقرة. وبعدين بيقرأ الكلمات الحروف ضايعة منه. لا أنا عايز الشيخ المبارك يحفظه ربع واحد بس. بس بإيه؟ بالأحكام. وإحنا عندنا خطأ كلنا أو معظم الناس بيقولوا لك لما الولد يخلص القرآن نبقى نوديه يجود عند الشيخ. ما المانع أن يحفظ ويجود، أن يقرأ القرآن ويتقن أحكام التجويد. يعني أنا عايز الشيخ ناصر يقرأ الاستعاذة صح ورايا كده. كده الفطار مش هيجي، أنتوا حرين بقى. أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيء. من الشيء. من الشيء. من الشيء. من الشيطان. من الشيطان. لا بصي لي عشان أشوف بقى كبيرة صح ولا غلط. ماشي يا عم الشيخ. من الشيطان. من الشيطان. ما اقولش من الشيطان. يا اخواني بارك الله فيكم، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. السلام عليكم يا حاجة صبرة. وعليكم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عارف ان انت صبرت عليا على التليفون كتير. بارك الله فيك. الله يحفظك. ازيك يا شيخ رضا؟ الحمد لله. بارك الله في ضيوفك. الله يكرمك يا رب. يلا فضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. يا حاجة صبرا. نعم. استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. كفروا. لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. حسرة يا حج صبر. حسرة في قلوبهم. والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولئن قتلتم. انت شكلك زعلان مني يا عم الشيخ. انت يا شيخ عبد الرحمن زعلان مني؟ طب يلا. ولئن قتلتم. انا بقول لحضراتكم كده انا عايزك تبص لي وانا بقرا معاك عشان اشوف بقك، هل بقك اتحرك صح ولا غلط؟ صح كده؟ الناس كلها بتشوفنا دلوقتي، لازم يشوفونا واحنا بنطبق تطبيق عامل. طب انا هسال سؤال بقى. ولئن قتلتم، هنا الغنه مرققه ولا مرققه؟ ولئن قتلتم مرققة. ولا اهو شوف انا بغلطكم اهو بقى. لا مغلظه طبعا. ولئن قتلتم، الغنه تتبع ما بعدها ورايا. ولئن قتلتم. ارجع تاني واقول لابو ناصر وابو عبد الرحمن وابو عبد الله وابو احمد وابو زهراتنا وورداتنا، اهتموا بالاولاد. انت روح للشيخ بتاع ابن حضرتك قول له يا فضيلة الشيخ، انت بتاخد 10 جنيه، انا هدي لك 20-30 جنيه. يعني للأسف في بعض الناس يبخلون على المشايخ وعلماء القرآن والذين يحفظون القرآن، في الوقت اللي هو بيروح لمدرس كذا ومدرس كذا ومدرس كذا يهتمون وينفقون وكذا. لا، اهتم بالشيخ، قول له خد اللي انت عايزه، بس طلع الولد بينطق صح وبيقرأ القرآن صح، لأن هذا هو الذي سينفعني بين يدي الله يوم القيامة. معنا مين يا أستاذ عمرو؟ السلام عليكم. أم أحمد السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. هي شيخنا ولا شيخنا؟ شيخنا. طيب ماشي. شيخ رضا ازيك يا أم أحمد؟ بارك الله فيك وفي أبنائنا الكرام يا رب العالمين، وجعلنا أبناء المسلمين كهذين. الله يكرمك. ثم أنزل عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم
وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. جزاكم الله خيرا. ما شاء الله. إن شاء الله. هذه الآيات، طب انتوا بتحفظوا قرآن بس ولا بنتعلم تفسير وبنتعلم أحاديث؟ بنتعلم حديث. طيب مين اللي يقول لي الآيات دي بتتكلم عن غزوة ايه؟ أحد. انت اللي عارف ولا انت؟ أنا. طب قول كده. أحد. غزوة أحد. هذه الآيات يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صليتش على النبي برضه عليه الصلاة والسلام كده، مفيش فطار. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا احنا بنضرب مثل، يعني مثل عملي في التعامل ما بيني وبين الاولاد خارج حتى القناه. لابد ان يسود بين الشيخ وبين الاولاد شعور من الحزم والقوه، ولكن لين ورحمه ورفق، وانا احبهما في الله تبارك وتعالى. غزوه احد، الله عز وجل يقول في الايه 153: استصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأثابكم غم، يعني حزنا بحزن غم الهزيمة، ثم بعد ذلك غم آخر وغم آخر، ومن أخطر الغموم التي تعرضوا لها إشاعة مقتل رسول الله صلى الله أيوة كده صحيته صلى الله عليه وسلم، إشاعة مقتله. لما سمعوا ان النبي عليه الصلاة والسلام قتل فرحهم ولا زعلهم؟ المؤمنون غضبوا حزنوا حزنا شديدا، لكن بعد ذلك انفرجت الأزمة وانكشفت الغمة وظهرت الحقيقة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال على قيد الحياة بفضل الله جل وعلا. هذه الانفراجة قضت على كل الغموم، وهذا من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى الجمال، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. أما لكي لا تأسوا على ما فاتكم في سورة إيه؟ سورة إيه؟ في سورة إيه؟ الحديد. طب لماذا قال هنا لكي لا تحزنوا وفي سورة الحديد لكي لا تأسوا؟ لأن الحزن أعمق وأشد، وغزوة أحد أعمق وأشد غير موضع سورة الحديد، فناسب كلمة الحزن هذا الموضع، إنما كلمة الأسى ناسبت السياق هناك. الحجة فاطمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بأم الغالية. الله يخليك ويبارك فيك ويبارك في أولادنا. يا رب آمين يا رب. أبدأ إن شاء الله. يلا توكلي على الله. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا
وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم ليجعل سمعها لي تاني كده يا حاجة فاطمة حاضر نعم ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة ورحمة خير مما يجمعون كملي الآية اللي بعدها الصفحة الثانية أيوة ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون لماذا قدم في الآية 157 القتل على الموت وفي آية 158 قدم الموت على القتل يا حاجة فاطمة ان شاء الله حضرتك هتجاوب بقى طيب جزاكم الله خير وجزاك الله خيرا خدتوا بالكم السؤال ده يعني آية 157 ولئن ايه ها قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله انما في الآية اللي بعدها ولئن متم او قتلتم يبقى هو عمل ايه يا شيخ عبد الرحمن هنا بدل القتل الاول بعدين ما شاء الله يبقى في آية 157 شاطر عمل ايه القتل الاول بعدين الموت تحدث عن القتل انما في 158 ذكر الموت اولا ليه يا شباب لان الآية 157 تتحدث عن القتل في سبيل الله تتحدث عن الايه بصوا لها كده ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفره من الله ورحمه خير فلما كان الحديث عن القتل في سبيل الله والموت يبقى يقدم الاول القتل في سبيل الله انما الايه اللي بعدها ولئن متم او قتلتم ده الموت العادي والقتل العادي يقدم الموت على القتل تعالوا بقى الآية 154 ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا ما معنى كلمة نعاسا مين اللي يعرف قول يا شيخ عبد الرحمن نوم. النوم طب أمنة أمانا شاطر قولها كمان مرة أمان شاطر يا الله على رحمة الله يا الله على كرم الله جل وعلا لله في الآفاق من آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك شوف رحمة ربنا بعد الهزيمة يعمل ايه بقى ثم انزل عليكم من بعد الغم ايه أمانة النعاسة يعني نيمهم يبقى الصحابة في غزوة احد عملوا ايه ناموا مش ناموا بقى نزل النوم عليهم وانظروا الى جمال اللفظة وروعتها وحسنها وقوتها انزل يعني هتنام ما قالش ثم نمتم ولكن ثم ايه أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا قال العلماء هذا من مظاهر رحمة الله هذا من اول حاجة هذا من مظاهر ايه رحمة الله لان النوم بيعمل ايه يا شيخ عبد الرحمن لما الواحد بينام بيعمل ايه
الرحمة. أيوة قولوا بصوت عالي. بيرتاح بيستريح. وهم كانوا تعبانين ولا ما كانوش تعبانين؟ تعبانين. وبيفكروا كتير في المعركة ولا ما بيفكروش كتير؟ فكر. لذلك الواحد لما يفكر كتير، واحد يقول له نام شوية عشان لما هتستريح شوية التفكير هيقل إن شاء الله تبارك وتعالى. وهو أيضا دليل على قدرة الله، وده اللي هنشوفه بعد إيه ما ناخد الاتصال اللي معانا. الحاجة الغالية أم محمد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، بارك الله في حضرتك وفي الشباب الجميل. الله يحفظ ده. الله يكرم. يلا إن شاء الله. أيوة فضلي. ثم أنزل ولا إن الذين تنزل. ثم أنزل. ماشي يلا. ولا أقرأ من أي مكان حضرتك، من أي آية حضرتك تقول. يلا ثم أنزل عليكم اللي عليها الدور على طول يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة. على بعضها، على بعضها. ما أنا هقول بقى من بعد، هعيد تاني من بعد الغم. لا ما احنا هنقول ايه، أمنة نعاسا يغشى. حاضر. نعم. أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور الصدور. بشكر حضرتك يا ام محمد. جزاكم الله خيرا. جزانا واياكم. طبعا يعني من اصعب اللحظات هي اللحظه التي يخبروني فيها ان هناك فاصل، ولكن مما يسهل علي الامر أننا إن شاء الله على وعد بالعودة مرة أخرى. فاصل ثم نعود. مع القرآن قلوبنا تسمو بالإيمان مع المرقى مع السفرة مع البررة لأعلى مكان مع الذكر مع البشر مع الروح مع اسمه بالإيمان مع المرقى مع السفرة مع البررة لأعلى مكان مع الذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم محمد السلام عليكم. أم محمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا بأم الغالية، ازيك يا محمد؟ جزاكم الله خيرا يا شيخ رضا. الله يحفظك. وبارك الله في ضيفيك وفي والديهم وفي معلمهم. الله يكرمك. جزاكم ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. اللهم بلغنا رمضان يا رب. آمين يا رب. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ويميت ما تقلقليش التاء يا أم محمد. ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. جزاكم الله خيرا يا أم محمد. جزاكم الله خيرا. طيب تعالوا يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا به في الجنة. آمين. اللهم اجمعنا به في الجنة. آمين. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. النعاس يعني النوم. وقلنا إن النوم في غزوة أحد كان دليلا واضحا برهانا ساطعا على قدرة الله جل وعلا. ليه؟ لأن الصحابة كلهم ناموا في وقت واحد. ده رقم واحد. عمرك شفت واحد بينام هو داخل معركة؟ صعبة جدا. ولكن قدرة الله سبحانه وتعالى. تخيل واحد في معركة وفي سيوف وقتل ودماء وكر وفر ويقوم نايم. إنما سبحان الله إزاي يناموا ويحفظهم الله جل وعلا. لذلك شوف الآية بتقول بقى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة ذكر أمانة قبل نعاسا. يا سبحان الله شوف البلاغة بتاع القرآن. هم هيناموا صحيح بس في أمان ولا مفيش؟ في أمان. الواحد لما بينام ينتظر عدوه هذه اللحظة لينقض عليه. إنما من قدرة الله سبحانه وتعالى أنهم ناموا واستراحوا وجعل لهم الأمان والحفظ. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحاجة راوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. كل عام وأنتم جميعا بخير. وحضرتك بخير. أبدأ بأمر الله. فضلي. إن الذين تولوا منكم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا
قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. وجزاك الله خيرا. قتلنا قتلنا. طبعا هذه الكلمة قد تبدو سهلة، أنا أقولها كم مرة، قتلنا قتلنا. أنا سمعت بعض يعني أحبابنا يقولون قتلنا، هي تاء مش طاء. الكلمة اللي تكررت كتير يعني والخطأ فيها واضح، عليهم، احنا سمعنا يعني ناس بتقول ايه عليهم، هذه قراءة اخرى، انما هي عليه عليهم عليهم صدور صدوركم صدوركم. يبقى صدو ولا صدو؟ صدور. لما اجي انطق الدال ارجع ببقي لورا شويه ابتسامه الى الداخل، صدوركم. طيب خد بالك بقى، ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسه، ها كمل كده، يغشى طائفه منكم وطائفه قد اهمتهم انفسهم. في منكم هنا ولا مفيش؟ مفيش منكم، يبقى الاولانيه طائفه منكم صح كده، انما الثانيه مفيش وطائفه منكم قد اهمتهم انفسهم صح. سبحان الله، من 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 اجمل ما في الصفحه من بلاغه، يغشى طائفه منكم، لان هذا النعاس لم يشمل الجميع بل نزل على الطائفه المؤمنه فقط، يبقى يغشى طائفه ايه منكم. يبقى النعاس نزل على الطائفة المؤمنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا حاجة كريمة. أيوة إن شاء الله. يلا إن الذين تولوا منكم. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله بالخير. عايز كل واحد فيكم يوصل رسالة كده، نبدأ بيك انت الأول، رسالة ودرس نستفيده من غزوة أحد، يعني كلمنا عن التوكل مثلا. يلا. الحمد لله عظيم المنة وناصر الدين بأهل السنة، أحمده سبحانه على ما وفق إليه من الهدى حمدا كثيرا ليس يحصى عددا. وبعد حمد الله فإني أشهد أن لا إله مستحقا يعبد إلا الإله الواحد الأحد، من جل عن صاحبة وكفء وولد،
ثم أما بعد، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. ثم أما بعد، فحديث اليوم مع حضراتكم بإذن الله تحت عنوان التوكل، والله وحده هو المسؤول أن يفتح لتلك الكلمات القلوب والعقول، وأن يقنا وإياكم فتنة القول والغرور. بالله وحده أستعين فأقول، أيها المسلمون، إن التوكل على الله هو صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المصالح ودفع المضار في الدنيا والآخرة. فوالله إن الأمة الإسلامية ذلت بعد عز، وضعفت بعد قوة، وجهلت بعد علم، لأنها تركت التوكل على ربها وذهبت تلتمس العزة عند الشرق الملحد تارة، وعند الغرب الكافر تارة، ونسيت أنه لا يملك خزائن السماوات والأرض إلا الله، ونسيت قول الله: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فهل جندت نفسك أيها الأخ الكريم لتكون واحدا من هؤلاء؟ قال الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. جزاكم الله خيرا، ما شاء الله. طبعا شيخ عبد الرحمن، يعني هذه الخطبة يستطيع أن يقولها بين العالم كله بفضل الله جل وعلا. يعني مش عايز أقول لكم لو كملنا الخطبة دي ممكن تعمل فيي أنا إيه، ما شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن، وبارك الله في والديك، لكن لو كان وقتي معي ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم في الهوى بدلا. أم أشرف، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا أم أشرف، بارك الله فيك في أبنائك يا رب وأبناء المسلمين جميعا. الله يحفظك يا رب. يلا قرأنا: إن الذين تولوا منكم. ده في الأول تقريبا. طيب يلا: ثم أنزل عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزلنا عليكم، أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. قلقل الباء: ما لا يبدون. ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. جزاكم الله خيرا، ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم يا أم إيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا يا أم إيمان، أهلا وسهلا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يحفظهم بحفظه ورعاهم بعين الذي لا تنام
ويجعلهم من حملة كتاب الله، واجعلهم يدا في نصر الدين الله وجميع أولاد المسلمين يا رب العالمين الموحدين يا رب العالمين. كده خلي بالك كده هيكبروا علينا مش هنعرف يعني نتعامل معاهم. ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب يا رب. يلا يلا يا أم إيمان يلا. إن الذين تولوا منكم. حاضر حسب إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم إن الله غفور حليم. معلش سمعها لي كمان مرة. إن الله إن الله غفور حليم. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو لا كان غزة لو وقفت قولها تاني كده اقف عليها غزة اقف عليها بس لوحدها غزة غزا بقى غزا لو كان غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا نعم ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الشيخ عبد الرحمن مصطفى عبيد بارك الله في والده وفي أمه حدثنا عن التوكل كسبيل من سبل النصر ودرس لابد أن نتعلمه من هذه الغزوة المباركة ومن جميع الغزوات. قال الله جل وعلا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن يتوكل على الله فهو حسبه صح كده وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن أهم أسباب النصر في جميع المعارك التوكل. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك. إنما المنافقون يظنون بالله جل وعلا ظن الجاهلية غير الحق. ما ظن الجاهلية؟ يقولون هل لنا من الأمر من شيء. هذا ظن الجاهلية. وقال بعض العلماء يظنون أن الله جل وعلا غير قادر على أن ينصر المسلمين. يبقى ده ظن جاهلي ولا ظن كويس؟ جاهلي. ظن جاهلي. وقال بعض العلماء ظن الجاهلية أنهم قالوا لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. ومن ظنون الجاهلية أن يظن الإنسان أنه يترك سدى يعني لن يحاسب لن يقف بين يدي الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى. لكن ظننا في الله جميل. ظن المؤمن في الله تبارك وتعالى حسن. اللهم أحسن ظننا فيك. والله جل وعلا يقول وأنا عند حسن ظن عبدي بي. الحاجة الأم الغالية زينب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا حاجة زينب. أهلا بك يا شيخ رضا بارك الله فيك وفي الضيوف. يا رب آمين آمين. يلا إن الذين تولوا منكم ولا من أول الصفحة
يلا من أول الصفحة. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. لماذا ختمت الآية بهذا الختام يا حجة زينب؟ والله عليم بذات الصدور. يعني مين اللي هيبقى عارف اللي في الصدور غير ربنا يعني؟ أيوة بس لازم يكون في مناسبة بين النهاية والسياق. يعني بص حضرتك كده وليبتلي الله إيه؟ ما في صدوركم صح كده؟ أيوة. وليمحص ما في قلوبكم. لن يكون يعني لن يكون قادرا على هذا إلا إذا كان عالما بذات الصدور. جزاكم الله خيرا يا حجة زينب. ما شاء الله. طيب احنا قلنا بقى غزوة ايه ديت يا عم الشيخ؟ غزوة ايه؟ احد. من السامع؟ احد. غزوة احد. لماذا يحدثنا الله جل وعلا عن الغزوات في القرآن الكريم؟ مين اللي يعرف يقول؟ طبعا ده ما ناقشناهوش قبل الحلقة. هتقعدوا بقى تبصوا فوق وتبصوا تحت والناس هتشوفنا وكده. فكر كده لماذا حدثنا الله جل وعلا عن الغزوات في القرآن الكريم؟ علشان ايه؟ لنتعلم التوكل مثلا. لنتعلم. الله شاطر يا عبد الرحمن. لنتعلم من هذه الغزوات، لنستفيد من هذه المواقف، لنأخذ العبر صح والعظات. طيب عايزين بقى ناخد، انا اقول واحدة وانتوا تقولوا واحد، نأخذ بعض الفوائد والعظات من غزوة احد. اول فائدة، الله جل وعلا يريد ان يعلمنا وان يفهمنا عاقبة المعصية. عاقبة الايه؟ معصية. المعصية. الذي يعصي الله جل وعلا ينتصر ولا يخسر؟ يخسر. يخسر ولا ينتصر؟ يخسر. يخسر. الذي يخالف أوامر الله تبارك وتعالى يكون من الناجحين ولا من المتأخرين؟ المتأخرين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه. ده في بداية المعركة صح كده؟ آية 152. عندك آية 152 صح؟ طيب حتى إذا فشلتم. شوف بقى أسباب الهزيمة يا شيخ عبد الرحمن. حتى إذا إيه؟ فشلتم. ها وإيه كمان؟ وتنازعتم في بصوت عالي. وتنازعتم في الأمر. هذا رقم كام؟ وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد
الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ايه رأيكم ناخد فاصل ونرجع تاني؟ مستعدين؟ مستعدين. خلاص ناخد فاصل إن شاء الله تبارك وتعالى ثم نعود إليكم ونحن في أشد الشوق إليكم. فاصل بالإيمان مع المرقى مع السفرة مع البررة لأن قلوبنا تسمو بالإيمان مع المرقى مع السفرة مع البررة لأعلى مكان مع الذكر مع البشر مع الروح مع الريحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تأملوا والله عليم بذات الصدور. وقد ذكرنا أن هذا ختام رائع للآية ولم يقل الله جل وعلا والله عليم بما في الصدور، إنما والله عليم إيه؟ بذات الصدور. ما الفرق بذات الصدور وما في الصدور؟ دليل على إحاطة علمه بكل ما في داخل الصدر. تحدثنا عن غزوة أحد وقلنا إن الله جل وعلا قد جعل في الغزوات عبر وعظات، وفي غزوة أحد عبر وعظات كثيرة. تحدثنا عن أهمية أو عاقبة المعصية. هناخد الحجة الفاضل الحجة راوية وبعدين نرجع ناخد كمان فايدة من غزوة أحد إن شاء الله. ماشي؟ السلام عليكم ورحمة الله. الحاجة نبيلة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ رضا؟ ازيك يا حاجة نبيلة؟ أهلا وسهلا. زي الرجال الكبار اللي معاك. الحمد لله هم قاعدين زي الفل هم بس. ربنا يبارك فيهم إن شاء الله. الله يكرمك. بإذن الله تعالى. يا رب. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. طبعا هنا متم بضم الميم، في سورة الشورى متم بكسر الميم. والله يا إخواني لو تحدثنا عن كل كلمة في القرآن لوجدنا لها رونقا وحلاوة، لوجدنا البلاغة تلفها من كل النواحي. متم، قال العلماء الميم هنا مضمومة والضمة أثقل من الكسر، وحال المسلمين والمؤمنين في غزوة أحد كان صعبا، لذلك ناسب هذا السياق أن تأتي الميم مضمومة، وهذا من جميل بلاغة القرآن الكريم. قبل ما أنسى بس عايز أدعي لإحدى الأخوات حلفتني
ان احنا ندعي لها في الحلقه بالشفاء. اللهم اشف الحجه مرسله الدسوق الشرقاوي ام عبد العاطي سليم، اللهم اشفها واشف جميع مرضى المسلمين. اللهم اكرم اخي الاستاذ شعبان وزوجته الفاضله ومن عليهما بالخلف الصالح والذريه الصالحه، اللهم امين يا ارحم الراحمين. ايها الاحباب، ما زلنا مع دروس من غزوه احد. لما نيجي نقرا القران الكريم لازم نتعلم كتاب انزلناه اليك مبارك لينذر من كان ايه حيا ويحق القول على الكافرين. حد يعرف يقول لي كمان درس من غزوه احد؟ قول كده يا شيخ عبد الرحمن. طاعه مين بقى؟ طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طب كلمنا عن الطاعة كده بس بسرعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد، فحديثي معكم اليوم تحت عنوان الطاعة سبيل النجاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الأهلك الذين من قبلكم، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. جزاكم الله خيرا ما شاء الله. طبعا هي مفاجأة ليهم ان انا بصراحة شديدة بوقفهم في وسط الكلام. انا ما يهمنيش ان الولد يكمل الخطبة، يعني بفضل الله الشيخ عبد الرحمن مصطفى او عبد الرحمن رضا، بفضل الله تبارك وتعالى في مدرسة الخطابة يقدروا يخطبوا كويس جدا، ولكن احنا بنضرب بس نماذج. انما انا ممكن اعمل معهم حوار على طاعه النبي صلى الله عليه وسلم ويجاوبوا بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن الوقت لا يسعفنا. يعني مثلا لو قلنا ما ثمرات الطاعه؟ قول لي ثمره كده. دخول الجنه. دخول الجنه، هل هناك دليل على ذلك؟ طبعا. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. النبي عليه الصلاه والسلام قال: كل امتي يدخلون الجنه الا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من ثمرات طاعة النبي صلى الله عليه وسلم النصر في الغزوات، صح؟ والفوز والفلاح. الفوز والفلاح، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فلا غم فائز. ثمرات كثيرة جدا جدا يا أحباب رسول الله، ولكن يكفينا الإشارة والتلميح. مين معنا يا أستاذ عمرو؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان. ما شاء الله عليكم. إن حكمها ايه؟ حرف غنة بالسامع، ها؟ حرف غنة مشد، غنة مشد وغنة ميما ثم نونا شديدا وسمي كلا حرفا غنة بدا. بتقعدوا بقى تدندنوا في البيت بالحاجات دي ولا بتدندنوا بحاجات تانية؟ بحاجات تانية ولا بتدندنوا بالحاجات دي؟ يعني في البيت اهوت انت ممكن مع نفسك تقعد تغني الأغنية الجميلة دي وغنة ميما ثم نون، أحسن ما تغني حاجات تانية. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ جميع أولادنا من الشيطان وكيده، اللهم آمين. طيب، إن الذين تولوا منكم، منكم حكمها إيه؟ من سجن كده بعدها كاف. أيوة. ها؟ من إخفاء حقيقي غنة مرققة صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما طيبا زد في توقا بعض ظالما. طيب، ولقد ولقد ولقد، دي اسمها ايه؟ ولقد قلقلة، حروف القلقلة، خطب جد.
والقلقلة في الراجح تميل إلى الفتح يا أحباب رسول الله. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. ما معنى الجمعان؟ الفريقان. طب ما قالش الفريقان ليه؟ عشان هم جماعة. ما قالش الفريقان ليه؟ انظروا يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل فريق من الاتنين مجمع بعضه قوي، واخد باله من اللي معاه قوي قوي قوي، جمع كل فريق نفسه لقتال الفريق الآخر. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إنما استزلهم الشيطان إيه؟ ببعض ما كسبوا. استزلهم الشيطان يعني أراد أن يوقعهم في الخطأ، أراد أن يوقعهم في الذلة. هناك فريق من المؤمنين تولوا، قال بعض العلماء منهم سيدنا أستاذنا وتاج رؤوسنا وحبيب قلوبنا سيدنا عثمان بن عفان، كما جاء ذلك في صحيح البخاري، قال ابن عمر رضي الله عنهما مدافعا عنه أما فراره يوم أحد، فأشهد أن الله قد عفى عنه وغفر له. الشيطان عايز يزعلنا ولا يفرحنا؟ يزعلنا. عايزنا نخش النار ولا نخش الجنة؟ نخش النار. طب وربنا عايزنا ايه؟ الجنة. نخش الجنة. لذلك الشيطان يستزل الناس، يريد أن يوقعهم في الزلة والخطأ، لكن الله جل وعلا برحمته وكرمه وعظمته يقابل هذا بالمغفرة، يقابل هذا بالعفو. لذلك شوف ختام الآية كده، ولقد عفى الله عنهم. ولقد عفى الله عنهم. إن الله غفور حليم. إن الله غفور حليم. حليم مد إيه؟ حليم مد عارض، اثنين أربعة ست، ومثل ذا إن عارض السكون وقفا كتعلمون نستعين. غفور حليم، تنوين يجي بعده حاء يا عم الشيخ، ها تنوين إظهار إيه؟ حلقي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. طيب لماذا ختمت الآية إن الله غفور حليم؟ طب ليه ما قالش إن الله غفور رحيم؟ لأن الموقف كان صعب، والموقف يحتاج إلى حلم شديد من الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أراد أن يطمئن المؤمنين، وأراد أن يبث في نفوسهم الأمل. أنتوا تهزمتوا صحيح، لكن الله عز وجل غفور حليم. يبقى الشيطان يستزل الإنسان، لكن في المقابل الله عز وجل غفور، الله عز وجل حليم، الله عز وجل يعفو. اللهم اعفو عنا، اللهم اعفو عنا، اللهم اغفر لنا، اللهم استرنا. في الأثر الصحيح أن الشيطان قال لله جل وعلا فبعزتك لأغوينهم ما دامت الأرواح فيهم. فبعزتك ما دامت الأرواح فيهم. فقال الله جل وعلا وعزتي لأستغفرن لهم ما داموا يغفروني، ما داموا يستغفروني. وعزتي لأستغفرن لهم ما داموا إيه؟ خد بالك بقى، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض إيه؟ ما كسبوا. يبقى الشيطان مش هيقدر عليك إلا إذا انت مشيت في طريقه ببعض ما كسبوا. جزاء الحسنة الحسنة بعدها، وجزاء السيئة السيئة بعدها، قال العلماء. وهذا هو الدليل على ذلك. ما فائدة الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى؟ أنا عايز أقفز لهذا السؤال لأنه سؤال مهم جدا. الواحد لو تعب، لو هزم، لو فشل، لو أصابته مشكلة وعنده إيمان بقدر الله سبحانه وتعالى، إيه اللي يحصل له؟ يستريح ولا يتعب؟ ما شاء الله عليكم، أنتم مذاكرين دي كمان؟ ما شاء الله. طب إيه الدليل من القرآن؟
ومن يؤمن بالله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. مع بعض كده بصوت جميل. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. طب ايه اللي جاب ده الكلام ده هنا؟ لان اهل النفاق لم يكن عندهم ايمان بقدر الله جل وعلا. فماذا قالوا؟ ها قالوا ايه بقى؟ وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا لو كانوا عندنا او كانوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هل ده إيمان بقدر الله ولا عدم إيمان؟ عدم إيمان بقدر الله. ماذا كانت النتيجة؟ ليجعل الله ذلك حسرة في قل حذاري ثم حذاري ثم حذاري ثم حذاري وإيه كمان؟ حذاري من عدم الإيمان بقدر الله جل وعلا. لأن الذي لا يؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى ستصيبه حسرة في قلبه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المؤمنين بقدره إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخيرا الدنيا لا تساوي شيئا فلنجاهد في سبيل الله. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير إيه مما يجمعون. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وها أنا يا أحباب رسول الله أرى أنفسنا اليوم قد عشنا بفضل الله جل وعلا في فضل الله وفي رحمة الله عندما جلسنا على مائدة القرآن والتفسير والتجويد واللطائف. لذلك ينبغي علينا أن نفرح. قل بفضل الله وبرحمته. ما أجمل أن نجعل ختام هذه الحلقة هذه الآية الرائعة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم فرحنا بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر الله أولا وآخرا لئن شكرتم لأزيدن ثم أشكر هذا الجمهور الحبيب الطيب المبارك الذي تواصل معنا فكانت الحلقة دافئة بفضل الله جل وعلا. ثم أشكر ولدي الغاليين فضيلة الشيخ أشكر من الأول بقى فيكم الشيخ عبد الرحمن مصطفى عبيد ابن أخي الفاضل الأخ الفاضل مصطفى عبيد ثم أشكر ولدي الغالي عبد الرحمن رضا سند وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكما. بس الشاطر بقى اللي يستمر صح؟ الشاطر اللي يسأل الله جل وعلا أن يثبته على الإيمان. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينكم على ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان وأن يبارك فينا وفيكم وأن يحفظنا ويحفظكم إن شاء الله تبارك وتعالى. إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء نلتقي يوم الخميس القادم في نفس هذا الموعد الذي التقينا فيه على حب الله تبارك وتعالى. على حب الله نلتقي وعلى حب الله نفترق. أمنيتنا أن نلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى على حب الله في الجنة. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع القرآن قلوبنا تسمو بالإيمان مع المرقى مع السفرة مع البررة لأعلى مكان مع الذكر مع البشر مع الروح مع الريحان مع الدر مع الخير مع الذكر مع القرآن مع الروح مع الريحان مع
مع الدر مع الخير.